التعليقات صدري يتسع لكل تعليق ولأي متحدث مهما كان، بس المفروض أن يكون النقد نقد دقيق وأمين، لا يحمل النص اللي أنا قلته غير اللي أنا قايله. أنا استشهدت في المقطع الأول إذا كلمة ملك كثير حساسية، وأنا لا أقصد لا من قريب ولا من بعيد، لا مدحا ولا ذما. نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. مدح ملك، ليش ما تأخذ هذا النص وتقول الدكتور مدح الملك؟ هو لا من المدح أنا قاصده ولا بالذم أنا قاصده، أنا حكيت الحكي لشوف قدامك دا أحكي من وحي الخاطر. شنو الحساسية هاي المفرطة؟ إذا أنت تريد تفكر على طريقتك أنت حر، بس ليس لك الحق أن تحملني ما لا أقصد. وأنا ما تعوزني الشجاعة عندما أقصد أقول بملء فمي ما أقصده. عام 84 وأنا شاب صغير حاورت القذافي حوارا انتشر في الآفاق وتداولته الكثير من الشخصيات السياسية، بكل صراحة قلت له: أتمنه ما يحتاج واحد، أنا موجود هنا، كان بإمكانه لو حريص يقول لي أنت تقصد وتعال هنا، أنا ما طول التش تقصد، إذا أنا راح أجاوب، أنا راح أقول لك أقصد أو ما أقصد. أنت ما من حقك تحملني مقاصد إسقاطاتك الذهنية، أنا ما أقصد. أنا استوني جاي صار 12 يوم 14 يوم جاي من الحج وداخل على ضيافة الملك وحضرت مائدة العشاء مالته. شنو القضية؟ يعني هذه فد أشياء عجيبة غريبة. أنت ما من حقك تحملني كلام أنا ما قصده وتذكره في غيابي. أنا موجود تيجي تقول لي هنا، أما تخصني وحدي وهذه مكرمة، أو تيجي تقولها بس قولها بأمانة وبدقة. أما تعلق علي وأني برا هذه مو صحيحة. ما أقول أكثر من هذا، وإذا سمعت كلام أكمل كلام آخر أقول غير هذا. فخلوني بهذا الدقة أنا أجيب أن هذا الكلام غير صحيح، وما كان ينبغي أن يناقش رأيي وأنا برا، مثل ما أنا ما ناقش واحد وهو قاعد برا. يجي هنا أنا أقول، أو أتبع الغرفة أقول له: ماذا تقصد بهذا كلامك؟ أنا أقول لك ماذا أقصد، ما تعوزني الشجاعة.